يثمن معهد المخطوطات العربية عاليا مواصلة إيسيسكو لمبادرة ومضات فكرية لما لاقته من نجاح يستحق الإشادة والتقدير. أما بالنسبة لمجهودات معهد المخطوطات العربية في الحفاظ على التراث العربي الإسلامي المخطوط فهي تنطلق من منطلق النظر الذي ننظر فيه إلى مفهوم الحفاظ بإطاره الشامل. نحن لا نعتبر الحفاظ فقط محصورا في زاوية الصون والترميم، لكن نعتبر هذا الحفاظ يتطلب خطوات وتدابير متكاملة. أول هذه التدابير الإطار التشريعي، إذ لا يمكن الحديث عن الحفاظ عن هذا التراث دون إطار تشريعي مناسب. وبالفعل فقد سعى معهد المخطوطات إلى إخراج قانون عربي موحد لحماية الكتاب العربي المخطوط، وهذا القانون تم اعتماده في الدورة الأخيرة 23 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية بالوطن العربي في مؤتمرهم المنعقد بالمملكة العربية السعودية آخر السنة الفارطة، تحديدا 7 ديسمبر 2022، وهو إطار مرجعي تشريعي استرشادي يتيح إمكانية التنسيق وتبسيط المصادر للحفاظ على هذا التراث المجيد. هنالك مجموعة من الخطوات ما زال يواصل المعهد السير عليها، أهمها مواصلته فكرة وفلسفة التصوير أو البعثات التصويرية، إذ أن مجموعة من المجموعات الخطية المتناثرة والمتفرقة بين المكتبات الخاصة والمكتبات التي لم تصلها بعثات تصويرية قبل ذلك، نحاول معهد المخطوطات العربية أن يصل إليها. وقد ابتدأ هذا المسعى سنة 1947 تحديدا ببعثة سوريا، انتهاء بالبعثة الأخيرة سنة 2015 بالمملكة المغربية وتحديدا بمكتبة عبد الله قنون. نواصل أكثر من 55 بعثة تصويرية تم خلالها تجميع تقريبا ما يناهز 50,000 ميكروفيلم، علما أن الميكروفيلم الواحد يمكن أن يحتوي على مجموعة من المخطوطات. الخطوة الثانية والتدبير الثاني الذي نعتبره مهما جدا وهو محاولة رقمنة الميكروفيلم المتوفر إلينا. وللإشارة فإن الميكروفيلمات المصورة أصبحت في كثير من الأحيان هي المرجع الأصل، لأن المجموعات الأصلية المجموعات الخطية الأصلية قد اختفت، فأصبح هذا الرصيد الميكروفيلمي هو الملاذ والمرجع الوحيد للوصول إلى هذه المخطوطات. وفي هذا الإطار فقد رقمنا معهد المخطوطات العربية 92,000 مخطوط، منه تقريبا 40,000 نسخة ميكروفيلمية، علما أن معهد المخطوطات كذلك لا يكتفي بالنسخة الأساسية للميكروفيلم بل يعد ما يسمى بالنسخة الثانية، وذلك في إطار توفير نسخة ثانية تفاديا لأي طارئ قد يهدد هذا الرصيد الذي نعتبره ذخيرة المعهد. وقد وصلنا إلى تقريبا إعداد أكثر من 14,000 نسخة ثانية. كما يتوفر المعهد المخطوطات العربية على مختبر لمعالجة الميكروفيلمات التالفة، وقد وصلنا لحد الآن إلى معالجة 4,000 ميكروفيلم تالف بما مجموعه تقريبا 8,000 مخطوط. يسعى كذلك المعهد إلى تجميع المخطوطات أو المجموعات الخطية المرقمنة بالعالم، وفي هذا الإطار بالبلاد العربية والإسلامية والعالم. في هذا الإطار بلغ مجموع الرصيد الخطي المرقمن الذي تم تجميعه 202,000 مخطوط عبر العالم. كل هذه الخطوات تدخل في إطار تصورنا بمعهد المخطوطات العربية
لمفهوم الحفاظ على التراث العربي والإسلامي المخطوط. يقوم كذلك معهد المخطوطات العربية بمواصلة حثه وتنسيقه مع كل المكتبات الوطنية، مع كل المراكز والمؤسسات التي تحفظ هذا التراث، ومع كل مضان ومالكي مضان هذه المجموعات الخطية، نواصل التنسيق معها وحثها على توفير كل الظروف المناسبة للصون والحفاظ على المجموعات الأصلية.